ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدي الصفحة الرسمية لإذاعة صدى اف ام لحتى نكمل مجريات الشوط الثاني من مباراة تجمع حلب الاتحاد والجلاء، وبيسعدنا انه يكمل معنا ضيفنا الاستاذ عبد الله مروح. شكرا آلاء، شكرا على الاستضافة. إذا نتابع شوط المباراة الثاني. الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد 35-32. شايفين الاتحاد تذكير سريع بالفيرست فايف لهالربع للاتحاد قبله مع يزن حريري كراتيه غير ناجحة وريباوند من يامن حيدر. إذا نبدأ الجلاء، يامن حيدر، إسحاق عبيد، محمود طرجي وجورج نظريان وخمسة وائل الجلاء الاتحاد، سيبو خرجيان، نديم عيسى، أنطوني بكر، يزن حريري وتوفيق الصالح. إذا محاولة دخول من والتسديد من بعيد هالمار، ولكن الريباوند حاضر لنديم عيسى، ريباوند للهجومي نديم لأنطوني بكر من بعيد، بياخذ الأوبن شوت، لا بفضل الدخول، بفضل الاختراق، يعمل فيك حلو والتسديد والنقطتين الحلوين يوسع الفارق 37-32. مذكر سريعين يقود المباراة، الطاقم الدولي قاسم حموي وصفوان سيفو ووسام الزين. المتابعة من جورج نظريان وأيضا نقطتين حلوين، إذا نسلح حلوة لجورج نظريان. حكام الطاولة اليوم معنا محمد أسود ومحمد عبجي وغزل أسود وجورج كوشكريان. المراقبون أيمن صلاح وعبد الرزاق محمد، وحاليا سيبو قرجان الكرة معه لتوفيق الصالح، توفيق رقابة لصيقة عليه من 23 الفرجي، دخول ضمن الثواني وحلوة كثير من توفيق الصالح. برافو يا توفيق، برافو يا توفيق يا صالح. توفيق نقطة رقم 11 توفيق، طبعا أفضل مسجل كان بالشوط الأول توفيق الصالح للاتحاد 9، أنطوني بكر 8، بالنسبة للجلاء وائل الجلاتي 13 ونازو 9 وتشارج أعتقد على مين؟ ناطر أشوف على فريق الجلاء على مين تشارج، مو واضح عندي بشكل جيد، إنما خطأ أول على فريق الجلاء بهذا الربع 39-34 مع 8 دقائق و9 ثواني متبقية من هذا الربع الثالث. أنطوني بكر لا يزن حريري، يزن يزن السكرين حاضر والاختراق والتسديدة الحلوة والمتابعة الأحلى كانت من سيبو قرجان، بلمها ريباوند، سيبو أعلى لاعب الربع الأول والثاني، عنده ريباوند هجومي، عنده ريباوند تو ريباوند هجومي، إن كان سيبو ولا فارس أو دياب الشواخ. سيبو بيستلم الكرة، لا حلوة لنديم، بيمر لتوفيق الصالح، توفيق يبحث عن الدخول والاسيست الحلو بجنن، حلوة يا توفيق، نار 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 نار، والأحلى من أنطوني. 41-34، اليوم قلنا لكم إبداع حالي راقي جدا، مهارات مميزة كثير، وعم نشوف الثلاثية الحلوة كا يا 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 يا, يا. يا نازو حلوة، حلوة من نازو من نظريان، حلوة ثلاثية 41-37، يزن حلوة لتوفيق، نديم عيسى، نديم بفضل الاختراق والتسديد ولكن بيرجع بلم نديم، برافو لتوفيق في دفاع توفيق قوي، يزن من ثواني حول ها الله 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 الله، هاي للغم الهارموني الكيمستري المولع بين لعيبة الاتحاد، ما شفنا هالتسديدات والتمريرات من زمان. 43-37 مع 6 دقايق و38 ثانية، وائل وائل والستيل حلو من يزن والفاست بريك هالمرة من سيبو ونقطتين، شو حتعمل يا بانتا؟ حيطلب تايم اوت، حيطلب تايم اوت بانتا ميلفينسكي. 45-37 للاتحاد مع 6 دقائق و26 ثانية، ربع ثالث سريع، الاتحاد بيعمل الفارق. الربع الأول كان للاتحاد 19-18، الربع الثاني 16-14، وحتى الآن أنا شايف الاتحاد بيعمل 10 مقابل 5.
اللي سجلوا رميات ثلاثيه بالنسبه للجلاء، وائل سجل مره وناظر نظريان الثانيه صار عنده ثنتين نظريان، اذا ثلاثه للجلاء مقابل ثلاثه للاتحاد. مسجلي الاتحاد هن انطوني وتوفيق ويزن. اذا حتى الان جورجي نظريان هو اكثر لاعب مسجل للتسجيلات الثلاثيه الناجحه. تحدثنا عن المسجلين، كان وائل جديلاتي ب 13 نقطة وعنده 3 ريباوند. طبعا مو عامل ولا تيرن اوفر، وائل كان بالشوط الأول. أكثر تيرن اوفر بالمباراة كان على علي، 2 تيرن اوفر وسيبو وتوفيق من الاتحاد. بالنسبة للجلاء كان في 2 على يامن واثنين على مهران واثنين على باسل كيم. اذا اسحق عبيد لوائل الجديلاتي، وائل اللي شمسه ما بتغيب ابدا عن التسجيل. نظريان عم نشوف الدوران الحلو، اسحق عبيد بيحاول وثانيه واحده فاصله جزئين من الثانيه. شايفين الدفاع الاتحادي كيف قافل المنطقه بشكل جيد، اذا يجب التسديد بشكل سريع. ثانية واحدة فاصلة اثنين جزء من الثانية. حلوة كانت، ولكن برافو عليك يا اسحق عبيد، بيحصل على رميتين. اسحق عبيد بيحصل على رميتين وخطأ شخصي. هو الثاني على مين؟ على سيبو قرجيان. لا مو على سيبو. الخطأ سيبو، ولكن أكثر من خطأ على سيبو قرجيان. ناطر يشوف اللاعب رقم 10 سيبو بلوحة تبديل، هو خطأ شخصي الثالث على سيبو. خطأ الشخصي الثالث على سيبو قرجيان بهالمباراة. اسحق عبيد ما بينجح بأول رمية. ناطرين إحصائياتك يا يامن. وكمان ما بينجح، وعم نشوف الريباوند لمين حيكون، مع والكرة اتحادية مع يزن حريري. يزن بيفكر مع الارك لتوفيق صالح. توفيق بياخذ مع الهاي بوست بعيده، والريباوند الحلو من سيبو، ولكن التسديده ما كانت ناجحه ولا موفقه. والفاصل بريك السريع، اسحق على الدخول، اسحق بيحصل على خطا. اسحق عبيد بيحصل على خطا، انتوني بيرفع ايده، برافو يا انتوني. الخطا الشخصي الاول على انتوني بكر. عم نشوف يامن حيدر من بعيد عم بيسدد الله على هالسله يا وائل يا جيلاتي. بلم الريباوند من بين مدافعين وبيرتقي وبيسجل نقطه رقم 39 للجلاء. الجلاء بيخلص الفارق لست نقاط 39-45. يزن حريري لنديم عيسى، سيبو 8 ثواني 7 بيلعبها لانتوني. انتوني تسديده غير مركزه، ريباوند من طرائجي. والفاست بريك السريع، اسحق بفكر لمين يلعب، لا يامن حيدر ونقطتين. 41-45 لازم يعمل شيء عثمان حتى يحافظ على الفرق. نزل الفرق لاربع نقاط حتى الان الاتحاد. انطوني 12 نقطه وفي 15، فارس 2، علي 3، يزن 4، دياب 2، وسيبو 7. سيبو 10 نقاط 10 ثواني والنقطتين ما بدخل، والمتابعة من نديم عيسى. وبرافو نديم، برافو نديم، بيقرا الكرة صح وبيسدد وبيسجل نقطتين، بيرجع يرفع الفارق لست نقاط. وينك يا علي؟ اعتقد دور علي. وائل بيحاول، وائل بيسدد، حلوة من وائل، ولكن الريباوند أحلى من يزن حريري. اللعبة صار بدها هدوء من جانب الاتحاد. عم نشوف نديم من بعيد، يا نديم من بعيد، ثلاثية كثير حلوة من نديم. الثلاثية الرابعة للاتحاد مقابل ثلاثة للجلاء. 50-41 مع 3 دقائق و39 ثانية على النهاية. وائل الجلاتي اختراقها حلوة من وائل،
ولكن دخل على خطا. حلوه من وائل الجلاتي، بتجنن الكره كانت. برافو يا وائل. وتوشات والخطا اعتقد على توفيق الصالح. الخطا الشخصي الثاني على توفيق. توشات لاسحاق عبيد. وائل ما بينجح، ما بيسجل. 50-41. بانتا بيشجع لعبه بالتأكيد. وائل الجلاتي على خط الرمية الحرة حيسجل الثاني. لا ما بيسجل، والكرة بترتد بحيازة وائل، بيدخل من جديد وبيسدد، ولكن الحيازة عند الطراجي. هلا دبل تيم على الطراجي، والكرة عند وائل. لا سيبه، لا وائل سيبه، سيبه بالنهاية. برافو يا سيبه، الله عليك يا ولد. برافو برافو لاسحاق عبيد اللي بيلم الكره بشكل جيد. ونازو نازو تحت السله، دخول وخطا على توفيق الصالح. توفيق حاول يعمل بلوك، دفاع ثابت ولكن تحرك قليلا. وهي الحكم وسام الزين بيقول لهم بلوكينج على توفيق الصالح. 50-41 لمصلحه الاتحاد. الربع الثالث غالبا ما بيكون الربع الحاسم. نظب بي ما بينجح. التوتر بادي وظاهر عند لاعبي الجلاء، وهذا عم نشوف انعكاسه على الرميات الحره. نظب ينجح بالرميه الثانيه. 50-42. نديم عيسى شو حد يعمل؟ الكرة ما كنت متفائل فيها، كان خروجها مو منيح. شايفين وائل الجلاتي لحاله تحت السلة. برافو يزن، حاول يعمل دفاع ولكن لما شاف اللاعب ارتقى بعد عنه تماما. السلامة أولا ودائما. 50-44 رجع الفارق لست نقاط لمصلحة الاتحاد مع دقيقتين و40 ثانية. سيبو سيبو اوبن شوت لسيبو. سي سي سيبو، حلوة منك. أنا شايف وائل عم بقول له شوت. وائل شاف التردد فبيقول له شوت، وبيشوت وبيسجل. 53-44. وشايفين جورج نظريان خمس ثلاثيات ناجحة على الاتحاد مقابل ثلاثة للجلاء. حلوة منك يا طراجي، حلوة من طراجي. بين لاعبين اتحاديين بيعمل دوران حلو وبيسجل نقطتين حلوين. 53-46 الفارق، سبع نقاط للاتحاد، دقيقة و55 ثانية على نهاية الربع الثالث. شايفين كيف حاول يدخل من خرم قدرة أنطوني، ولكن ما قدر. إذا عم نشوف دخول فراس المصري أبو عبده بدل توفيق الصالح. توفيق قدم حتى الآن مباراة رائعة عالية المستوى. حشوف كم نقطة، كم نقطة يا يامن يا ترمانيني. 15 نقطة لتوفيق الصالح مع نسبة عالية من الريباوند. وائل الجلاتي بيحاول يخترق. وائل بيعمل فوت ورك حلو، بيحصل على خطأ كمان هالمرة من فراس. لا على أنطوني، على أنطوني مش على فراس. بوشينغ شايفين كيف على الرقم واحد أنطوني بكر، وبالفعل الحكم الدولي قاسم حموي. شو حتعمل يا وائل؟ وائل على خط الرمي الحرة، هل استعاد جزء من أعصابه وهدوء وائل؟ بالفعل بينجح بأول رمية. 47 مقابل 53 للاتحاد مع دقيقة و36 ثانية. لاعبين من الجلاء على الريباوند مقابل ثلاثة من الاتحاد. والكرة بالسلة. 48-53 بيرجع الفارق لخمس نقاط. دقيقة و30 ثانية. نديم عيسى من بعيد. نديم لا الكرة بتخرج، وريباوند من
من الطرقجي. كانت محاولة حلوة من نديم. يلا يا عبيد اسحى، شو حتعمل يا اسحى؟ ليامن، يامن لطرقجي من بعيد، طرقجي ما بيسجل. والريباوند وتشارج، تشارج على يامن حيدر. قوة بدنية، كتلة من القوة يامن حيدر بالمنطقة الدفاعية، ولكن هالمرة بيرتكب خطأ معاكس، خطأ هجومي، وبيخسر الحيازة لمصلحة الاتحاد. معلش يا يامن حيدر. يامن 31 سنة، ابن جبل العرب الأشم. ثمانية وخمسين ثانية على النهاية، 53 الاتحاد، 48 الجلاء. ربع ثالث بالتأكيد ما خيب الظن. 9 ثواني على نهاية الهجمة. الرقابة نديم عيسى لوحده. نديم عيسى، هات يا نديم، هات يا نديم، هات يا نديم. الثلاثية الثانية من نديم. برافو، جرأة كبيرة من نديم، وتهاون كبير من دفاع الجلاء اللي عم يسمح للاعب يشوط وهو مرتاح. للمرة الثالثة بياخذ نديم اوبن شوت، بيسجل تنتين منه. 56-48، بيرفع الفاول لثمان. بيحاول وائل، برافو يا وائل وبرافو، يعني بيحاول يعمل ستيل. يا الله عليك يا ولد يا بطل يا يزن يا حريري. الهدوء يا يزن، الهدوء يا يزن، الهدوء. اهدى يا يزن، عند دفاعك القوي بالتأكيد، بالتأكيد تحسب لك، برافو عليك يا يزن. ولكن ارتكبت خطأ، كنت على الأرض. 56-48، وشايفين كيف الحكام بياخذوا الامور باريحيه. برافو عليك يا وسام، برافو يا صفوان، برافو يا قاسم. بيستوعبوا اللاعب بالتاكيد، وحاله تعليميه اكثر منا حاله تحكيميه. وبرافو لعلي اللي من بعيد بيقول له الحكم اوكي انت الصح. هو يزن هو المخطئ اللي ارتكب فاول. برافو يا علي، برافو يا وسام. وهي كمان ابو العز بيشارك بالتهدئه. عم نشوف بانتا بيعمل تبديل ايضا، بيدخل جورج نونو. عم نشوف حاليا الجلاء، جورج نونو، اسحاق عبيد، جورج نظريان، محمود طرقجي، ومهران نرسيس بيسحب وائل جليلات. الاتحاد يزن حريري، سيبو قرجيان، نديم عيسى، انطوني بكر، فراس المصري. شو عندك يا يامن؟ عشر ثانية على نهاية ربع المباراة الثالث. واسحاق عبيد على الرمية الحرة. اسحاق بيسجل. اسحاق بيسجل أول رمية، الثانية شو هيعمل فيها اسحاق؟ كمان بيسجل. برافو. 49-56، 7 نقاط. 50-56، 6 نقاط. 18 ثانية. إذا الهجمة بيطلب عثمان يدور الساعة. عثمان بيطلب من سيبو يدور الساعة. 16 ثانية بعد معه هجمة كاملة. 9-8-7، سيبو، سيبو بيعمل اختراق وبيمرر بشكل خاطئ لنديم عيسى اللي بيفقد الكرة. عدم تفاهم بين نديم وسيبو، بيفقد الاتحاد الكرة مع 3 ثواني فقط. اسحاق عبيد المحاولة الأخيرة، جورج نظريان، وبرافو عليك يا أبو عبدو، برافو يا فراس. فراس بيقطع الكرة أثناء عملية التسديد من جورج نظريان، وبينتهي متابعينا ربع المباراة الثالث بتقدم الاتحاد 56-50. إذن الربع الثالث 21 للاتحاد و 18 الجلاء. النتائج الأربع 19-18 للاتحاد، 16-14 للاتحاد، و 21-18. إذن الاتحاد حتى الآن يحافظ، يقود المباراة، يحافظ على الفارق ويرفعه رويدا رويدا. بالربع الأول نقطة، بيكسب بالربع الثاني نقطتين، وبالربع الثالث 3 نقاط، والمجموع 6 نقاط حتى الآن. طبعا بالتأكيد مو من السهل إنه أنت تربح فريق مثل الجلاء، فريق محضر بشكل جيد، فريق لم ينقطع عن التمرين بشكل نهائي. حتى اثناء فتره كورونا كان في تمارين محدده للاعبين. بانتا كان موجود بسوريا وبحلب بالتحديد،
والصاله موجوده، وهذا بالتاكيد له دور كثير كبير على تحضير هذا الفريق الرائع اللي عم نشوفه قدامنا، واللي عم يقدم مستوى كثير مميز، وكثير مبشر انه الجلاء راح يكون السنه احد المنافسين على بطوله الدوري. بالمقابل فريق الاتحاد اللي ما بيملك صاله كان عم يحاول او تجمع بفتره متاخره وتمرن نوعا ما في صاله الاتحاد، في صاله الاسد وفي صاله الجلاء وفي صاله الحريه. مشكورين طبعا اداره الحريه على تجاوب مع اداره الاتحاد، ولو كان شوي تاخروا بالتحضير، ولكن عم نشوف الفريق اليوم عم بيقدر يقدم مباراه كثير عاليه المستوى، وعم بيقدر حتى الان يتقدم على الجلاء بفارق 6 نقاط. الاتحاد يلعب بروح بطل كاس الجمهوريه، والجلاء يلعب ليدافع عن حظوظه في استعاده لقب الدوري اللي حاز عليه اخر مره في موسم 2012، بينما الاتحاد اخر مره حصل فيه على لقب الدوري في موسم 2005 2006، وبهالصاله بالتحديد. المسجلين فريق الاتحاد حتى الان انطوني 12، توفيق 15، فارس 2، علي 3، يزن 4، دياب 2، سيبو 10، نديم 8. شكرا يا من ممكن تناطر تبعث لي احصائيات الجلاء كمان. نديم عيسى بيعمل السي للكرة وعب أبو في راس أنتوني. أنتوني بيحاول مع بداية الربع الرابع متابعينا، مع بداية ربع المباراة الرابع الاتحاد يستحوذ على الكرة ويحصل على خطأ شخصي أول على الجلاء. بيرتكبه اللاعب الشاب جورج نونو 20 سنة طالب هندسة. من ثواني عن نهاية الهجمة، سيبو بيخترق ولانتوني بكر، اوبن شوت لانتوني ما بينجح انتوني، وريباوند حاضر واسحاق عبيد، والفاست بريك السريع والتمريره الحلوه والنقطتين الحلوين يا مهران، وخطا شخصي على فراس المنصور. طبعا الاتحاد بحاجه لبيفوت محضر بشكل جيد او بيفوت جاهز حتى يقدر يدعم فراس وتوفيق، عنده اجنحه كثير مميزين الاجنحه بالاتحاد، وموزعين ايضا عنده غير علي، عنده طلعت مرمى دهد اللاعب الشاب بيقدر يفرض وجوده، عنده سيبو بيقدر يلعب على هالمركز كمان، عنده الشاب ناظم قصاص هذا الشاب المميز واللي لازم يكتسب خبره حتى نشوفه بالصالات، نجم من نجوم سوريا. ما بينجح مهران بهالتسديده بس بيقدر بيقلص الفارق لاربع نقاط. نديم عيسى جناح الاتحاد دائما مميزين، انتوني والسكرين حاضر، علي بفضل الاختراق والدخول وبمرر حلو، ولكن الاحلى من اسحاق عبيد اللي بيعمل السيل وبيدخل وبيلعب لجورج نظري ام لبعيد، الكره ترتد وتوفيق الصالح بالريباوند. برافو عليك يا تراجي، بيقرا الكره صح وبيقطع، ولكن الحيازه تستمر اتحاديه. 56-52، 8 دقائق 49 ثانية عن نهاية المباراة. بيعمل فيك حلو نديم عيسى وبمرر حلو لانتوني تحت السلة، هوبا انتوني 58-52. الاتحاد لا زال يحتفظ بأمل الفوز وصدارة المجموعة. مهران لاسحاق عبيد، سكرين حاضر بيحافظ على خط الارك بيسدد، ولكن الكره بترتد، وعلي ديار بكري على الفاست بريك السريع، علي حلوه لانتوني. شايفين الجلاء ما عم بيخلي الاتحاد يشوفه من بعيد، تعلموا من الدرس بالتاكيد، فاللاعب كثير عم بيقرب على اللاعب اللي واقف على الارك ما عم بيسمح له يسدد، خطا شخصي ثاني على الجلاء. شايفين الحكم صفوان سيفو، تو شوت لمصلحه مين؟ انتوني بكر، خروج لجورج نونو ودخول وائل الجيلاتي. نديم عيسى مع 3 بوينت ما بيسدد، ما بينجح بالتسجيل، بيلم الريباوند وائل الجيلاتي. دائما مهندس الهجمات الطبيب اسحاق عبيد، لاعب مميز وهادي. مهران نرسيس، مهران والدفاع موجود،
الفراجي بيحاول دوران وبيسدد ولكن توفيق صالح موجود. نديم عيسى على الفاست بريك والدخول لنديم والنقطة لها. دفاع قوي، برافو عليك يا اسحاق. وائل وهناك خطأ. شو إذن خطأ موجود. اند وان. وائل الجلاتي دائما لما بينزل بيعمل الفارق، وعثمان قبلاوي هالمرة حابب يعمل الفارق، هو لما استدعى الفريق إلى تايم أوت. 58-54 بتعتد الروح للجلاء مع هالسلة الحلوة من وائل الجلاتي. إذا يستأنف الربع الرابع والأخير متابعينا، 7 دقائق و32 ثانية على النهاية. وائل الجلاتي ما عم بينجح بالتسجيل. أنطوني بكر بيلم الريباوند. الاتحاد لا زال متقدم على الجلاء 58-54. يتوقف المباراة. شوفي أعتقد ما كان الاتساع دايرة، فالحكم يطلب إعادة الوقت بشكل نظامي أو إعادة الهجمة. 7 دقائق و32 ثانية. المراقب عبد الرزاق محمد والمراقب أيضا أيمن صلاح، الكل موجود. الحكم الدولي إلي رهجي هو المتخصص لموضوع لوحة التسجيل الإلكترونية اللي هي تصميم محلي من شركة أرادوس الوطنية. إذا 7 دقائق و27 ثانية متبقية من عمر الربع الرابع والمباراة، والاتحاد يتقدم على الجلاء 58-54. وعم نشوف أنتوني بمرر حلو كثير وبيحصل على خطأ. نو باسكت. خطأ على إسحاق عبيد، بيرفع إيده إسحاق. هو الخطأ الشخصي أعتقد الأول على إسحاق، الثاني على إسحاق عبيد، والثالث على فريق الجلاء بالربع الرابع. عم نشوف أنطوني بكر عم يرجع على الخلف كثير حتى يقدر يستلم الكرة. أنطوني عالي يزن حريري أوبن شوت لي هازان، الكرة بتخرج. وبرافو أنطوني اللي بيلم الكرة تحت السلة وبيطلع من الثواني أول مرة، ولكن مهران موجود وجورج نظريان بيحاول الدخول وسلمات. بينزل الفارق لنقطتين 58-56 مع 6 دقائق و45 ثانية. شو حتعمل يا نديم؟ 5 ثواني على نهاية الهجمة. علي جار بكري، علي الحل لما بيسكر علي بيفتح لطريق.
لما بتضيع علي بيفتح له طريق وبيسجل 60-56. يامن حيدر اوبن شوت ليامن حيدر لكن انطوني موجود والباس بلاك السريع لعلي ديار بكري. علي بيخرج الكرة لتوفيق الصالح. توفيق يفضل الدخول تحت السلة يحصل على خطأ. الخطأ الشخصي الرابع على الجلاء. ورقم اعتقد على يامن حيدر. الخطأ الشخصي الرابع على يامن حيدر. الجلاء ما عنده مشكلة كبيرة بالبيفوتية. في عنده أكثر من لاعب على هالمركز. توفيق يزن حريري من بعيد. الله الكرة ترتد ولكن موجود. نديم عيسى. نديم يفضل يخترق. توفيق صالح مع 3 بوينت. هوب ولكن الكرة ما بتدخل. مهران نرسيس بيلم الريباوند. والفاست بريك السريع للجلاء. برافو عليك. برافو يا نازو. فوت وورك حلو كثير من نازو. 56-58 فارق نقطة للاتحاد مع 5 دقائق و17 ثانية. مباراة حلوة من أجمل ما شاهدنا في صالة الجلاء. من أجمل ما شاهدنا هذا الموسم وربما في الموسم الماضي أيضا. حلوة من علي والمتابعة الأحلى من توفيق الصالح. والله وكأن الصالة ممتلئة. التشجيع من الجمهورين وكأن الصالة ممتلئة. الصفير والتصفيق وكأن الصالة ممتلئة. صالة نادي الجلاء وائل وتشارج على وائل الزلاتي. الخطأ الشخصي الثالث على وائل على ما اعتقد. وحاليا وصل عدد الاخطاء الشخصية لخمسة بينما الاتحاد خطأين فقط. حسام الزين يطلب وائل الجلاتي. اعتقد موضوع تنبيه لوائل الجلاتي. علي دائما مبدع. يعني شوف له تاثير نفسي ان كان ايجابي او سلبي. رافقوا لوائل. نديم عيسى والمحاولة الاتحادية الجديدة. سكرين حاضر من توفيق. توفيق بيرجع بيستلم الكرة من على الهاي بوست غير ناجحة. برافو يا توفيق بلم ولكن مهران نرسيس حاضر ياخذ الكرة. مهران تحت السلة لوحده. الله عليك يا مهران. 62-60 نقطتين الفارق بس مع 4 دقايق و12 ثانية على النهاية. علي لا توفيق 3 سكند. تيرن اوفر على الاتحاد والهجمه تتحول للجلاء. شايفين الجلاء كيف قدر يبدل من المنظومه الدفاعيه تبعته من الترتيب من الخطه الدفاعيه. عبيد مهران بيحاول يدخل حلو. وين من مهران والتعادل. والصالة بتولع 62-62. لازم تعمل فيها عثمان حتى ترجع المباراة. انطوني والاختراق من انطوني لا واعتقد هناك خطأ. نو باسكت تو شات لانطوني بكر. تبديل بالفعل تبديل. حيخرج نديم عيسى ويدخل دياب الشواط. دياب الشواط 30 سنة من نادي منبج
بدأ حياته الرياضية بهذا النادي والآن يغرد مع الجوكة الاتحادية. رمية حرة أولى ناجحة لأنطوني بكر، بيرجع فيها تقدم للاتحاد، والرمية الثانية أيضا ناجحة. 64-62 3 دقايق 25 ثانية على النهاية. ما كان ينقص هذه اللعبة إلا الجمهور. ناظر السكرين حاضر، عم نشوف التبديل الدفاعي كيف عم بصير. برافو عليك يا اسحق يا عبيد، بقول موفق من اسحق عبيد. والتعادل من جديد 64-64. ايقاف الوقت من ايمن صلاح، ناطرين احضر. ايمن صلاح يطلب اداريه الفريقين، اعتقد من شان الجمهور. طبعا اليوم الاتحاد عم يفتقد جمهوره لأذى الفريق كرة القدم والموجود حاليا في دمشق. اليوم مو موجود. وبالتالي اصوات طبعا جماهير الجلاء هي اكبر وهي طاغية على الصالة. بيستثمر عثمان قبلاوي، تايم اوت مجاني. على نهاية المباراة، التعادل 64-64. المحاولة من أنطوني بكر ثلاثية غير ناجحة، والحيازة زرقاء. فرصة للتقدم الأزرق. إسحاق عبيد، أعتقد التوتر حاليا مرافق لفريق الاتحاد، هذا ما يبدو لي. أنطوني الاختراق الحلوة كانت، ولكن عم نشوف الفاست بريك سريع. أنطوني يبحث عن المساعدة. علي، خذوه يا علي. يزن بيعمل فطور حلو، دخول ونقطتين بالفعل. نقطتين ليزن. الفريق صار بده شوية حيوية، شوية سرعة. فريق الاتحاد، نتكلم عن فريق الاتحاد. شو عم تعمل يا جورجي يا نظريات؟ الكرة بتدخل بقلب السلة وبتخرج. الدخول والخطأ على وائل الزياتي. ناطرين الحكم، في باسكت ولا ما في باسكت؟ ناطرين قرار صفوان سيفو. نو باسكت. شايفين وسام الزين قال له نو باسكت. تو شوت. إذن 66 الاتحاد 64 الجلاء، دقيقة و48 ثانية على نهاية المباراة.
اذا الباسكت ان تحتسب بالفعل الباسكت ان لا بس ما تسجلت على اللوحه. اذا باسكت مسجله واند 1 للاتحاد 68 64. كان في خلاف على الحالة واعتقد انه الكل اتفق على تسجيل السلة. انطوني بكر مع فرصة لتوسيع الفارق. وبالفعل انطوني بسجل نقطة رقم 69. 69 64 دقيقة و45 ثانية على النهاية. مهران نرسيس الى الطرائجي اسحاق عبيد. عم نشوف الاتحاد ما عم بيترك فار ابدا الفراغ داخل المنطقه دائما دبل تيم وضاب على جاب الشواك قطع الكره والخطا. هل هناك خطا ولا شيء؟ ناطرين الحكم صفوان سيفو شو يحكي. اذا فاول على يزن حريري. فاول على يزن حريري واوتسايد للجلاء الادخال عن طريق جورج نظريان. دقيقه و23 ثانيه. نازو الى اسحاق عبيد. عم نشوف السكرين حاضر والاقتراب من اسحاق والتمريره الحلوه كثير الاسيست للتراجي ذكاء عالي. برافو يا اسحاق يا عبيد. يعني يستحق الإشادة إسحاق عبيد على الذكاء الكبير والتمريرة الحلوة الأسيست اللي عمله. 69 66. أنطوني يزن علي لوحده. علي بفضل يخترق لتوفيق الصالح. توفيق ما واخذ مكان منيح ولكن بيسجل. 71 66 مع 50 ثانية. 49 48 47 46 45. الثواني تمر والمباراة قاربت على النهاية. مين حيفوز بالمباراة؟ جورج نظريان. وهناك خطأ خطأ على دياب الشواق على ما اعتقد. بيرفع ايده دياب. دياب بيرفع ايده. علي بيعاتب دياب بيقول له ما ترتكب فاول يا دياب. كنا عم ندافع بشكل جيد. الخطأ الشخصي الثالث على الاتحاد. 71 66. الفارق 5 نقاط والفارق نفسه اللي فاز فيه الجلاء على الاتحاد في المباراة الماضية. عبيد اسحاق رقابه لصيقه مان موجود مانو لوائل الجلاتي هو على الدربك اللي عم يمنعه من التنفس حتى. طراجي اسحاق عبيد من بعيد ولكن طراجي بلم وهناك خطا شارج على طراجي. ناطر اعرف اللاعب اللي يعمل الشارج. بالفعل 23 محمود طراجي هو اللي عمل الشارج والحيازة الاتحادية. توشات للاتحاد. توشات للاتحاد. 71 66. تايم اوت لبانتا. بانتا ميلفينسكي مدرب الجلاء بياخذ تايم اوت بالتاكيد 22 ثانية. يعني بعد ما تنتهي بعد ما يسدد لاعب الاتحاد حتبقى فرصة وحيدة فقط للجلاء. حنشوف شو حيعمل فيها. يعني هجمة واحدة في حال الاتحاد قدر يعمل حيازة سجل مثلا نقطة او اهدر الرمية الثانية شو لازم يعمل اللاعب الجلاء راح يقول له هلا بانتا ميلفينسكي شو لازم يعمل. 22 ثانية على النهاية. 71 الاتحاد 66 الجلاء. فاز تقديم نفس الفارق نفس الفارق اللي انتهى فيه مباراة الذهاب. بالتأكيد ما حنقول الاتحاد راح يرد الدين لأنه بين الأخوة ما في دين. الاتحاد والجلاء قطبي السلة السورية الكلاسيكو السلة السورية. يعني 28 او 29 لقب للجلاء يقابلون 17 لقب للاتحاد. والله لتضيق الصناديق وتضيق الباترينات بتحمل هذه الكؤوس وهذه الدروع ان كان للدوري او للكاس. الاتحاد 10 كاس، الجلاء 13 كاس.
تاريخ مرصع بالجواهر والألماس للفريقين. ٢٢ ثانية الاتحاد، ١٧ الجلاء، ٦٦. أنطوني بكر على خط الرمية الحرة، أنطوني بينجح بيسجل. حنشوف شو حيعمل أنطوني، شو حيعمل أنطوني. يرتفع الفارق لستة، أنطوني بيسجل النقطة، رأى الفارق رقم سبعة. حنشوف تعليمات بانتا، أنطوني بيجبر إسحاق على تدوير الساعة. إسحاق عبيد، شو حتعمل يا إسحاق عبيد؟ بيعمل فنت حلو بالتأكيد لصاحب الثلاثيات، ولكن يزن حريري كان له كلمة ثانية. يزن حريري، علي شو حتعمل يا علي؟ علي برافو يا علي، علي يحصل على خطأ مع أربع ثواني متبقية. 73 الاتحاد، 66 الجلاء. شو شط علي ديار بكرلي؟ يخرج أنطوني بكر وبيدخل نديم عيسى. حنشوف مين حيلعب. نديم عيسى على خط الفري ثرو. نديم بينجح بأول رمية، 74 الاتحاد، 74 66. هي كانت عقوبة الخطأ الفني على أول تكنيك أو الأنسبورتسمان. 74 66 علي بينجح بأول رمية، 75 66. الرمية الثانية لعلي بعد في أربع ثواني، فاصلة خمس أجزاء من الثانية، خمس أجزاء من العشرة طبعا من الثانية لعلي. شو حيعمل علي؟ كأنه ناطر أن علي يرمي يضرب الكرة. علي بيسجل، علي بيسجل، 76 66 بيحاول، ولكن الكرة إذا متابعينا متابعينا في كل مكان، الاتحاد يفوز على الجلاء 76 66 ويتصدر مجموعة حلب. إذا الفارق 10 نقاط، بينما كان الجلاء قد فاز ذهابا 77 72، واليوم الاتحاد يفوز 76 66. متابعينا في كل مكان، أشكر لكم متابعتكم، أحييكم أنا عبد الله مروح، وكل الشكر أيضا على الاستضافة إلى صدى اف ام أحمد خليف و هلا. شكري وشكر الجزيل لكم متابعينا، حملتونا، وان شاء الله نقدر نقدم نقدر نكون قدمنا لكم بالفعل مشاهده ممتعه. وشكرا ايضا لنور علي بالتصوير. اذا شكرا جميعا، شكرا جزيلا لكم، مبروك للاتحاد، هارد لك للجلاء، والى ان نلتقي بالفريقين ان شاء الله مع اداء احلى واعلى في دور ثمانيه. واستودعكم الله، وهذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.